والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور رنا حجي، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، نائب عن الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، فلتتفضل. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب المعالي والسعادة، مع حفظ جميع الألقاب، السيدات والسادة والمشاركون الكرام، إنه لمن دواعي سروري البالغ بالنيابة عن دكتور حنان بلخي المديرة الجديدة لمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن أنضم إليكم اليوم في هذا المؤتمر المهم لمناقشة موضوع السياحة الصحية المتزايد الاتساع والأهمية على الصعيدين العالمي والإقليمي. شكراً جزيلاً على الاستضافة، وشكراً جزيلاً دكتور عوض على الإصرار مشاركة منظمة الصحة في هذا المؤتمر. فالسياحة الصحية تعد حالياً أحد أسرع أشكال السياحة نمواً، ووفقاً لجمعية السياحة العلاجية قدر حجم سوق السياحة العلاجية العالمية بمبلغ فوق مبلغ 100 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و25%. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا بالذات، وهي منطقتنا، منطقة الشرق المتوسط، من المتوقع أن يصل حجم صناعة السياحة العلاجية إلى 135 مليار دولار أمريكي بحلول 2026، مع معدل نمو سنوي بنسبة 8.5% بين عامي 21 و26، نسبة تزايد كبيرة. وتحظى مصر طبعاً بمكانة مناسبة تؤهلها للعب دور كبير جداً في هذا المجال، وخاصة أن منطقتنا للأسف تعاني من أزمات كبيرة سياسية وصحية التي أدت إلى أضعاف الأنظمة الصحية. وطبعاً نحن بنشكر دولة جمهورية مصر العربية على الدور الكبير المهم يلي تقوم فيه بالوقت الحالي لمساعدة كثير من الدول في هذه الأزمات الكبيرة. فلقد قطعت مصر في شوطاً طويلاً في المجال الصحي، خاصة أنها أصبحت أول بلد يصل إلى المستوى الذهبي في مسيرته نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي سي، وفقاً للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وحصلت أيضاً هيئة الرعاية الصحية في مصر على الجائزة الذهبية المرموقة لدورها القيادي في مجال الاستدامة الصحية في العالم العربي، تقديراً لمساعيها المتميزة في الدعوة إلى تحقيق التحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية or hospital, greening hospitals. وعلاوة على ذلك، فقد أنجزت مصر، يعني صراحة إنجازات مصر في ميدان الصحة كبيرة جداً، ولكن في الفترة الأخيرة كان في إنجازات كبيرة، خاصة موضوع التخلص من أمراض واستئصال أمراض خطيرة جداً، الأمراض الحصبة والحصبة الألمانية وغيرها، وحتى القضاء على سرياتهم المتوطنة. وطبعاً في دول أخرى في المنطقة مثل لبنان والأردن التي تشهد أيضاً تدفقاً سياحياً علاجياً. مثلاً يعني عندي بعض الإحصائيات، ما عندنا كثير إحصائيات من كل الدول، وهذه كمان نقطة بحاجة لبيانات أكثر. مثلاً الأردن فقط في عام 2018 وصلت لاستضافة حوالي 300 ألف سائح علاجي بإيرادات قدرها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي حسب إحصائيات إدارة التجارة الدولية. وطبعاً مصر تملك كل المقومات الأساسية لإنجاح السياحة العلاجية. أنا يعني أحب أن أركز على كيف يمكن أن تكون السياحة العلاجية فرصة مربحة لجميع الأطراف، يعني what we call win-win opportunity، وخاصة لتعزيز الأنظمة الصحية، إذ توفر لنمو كلا القطاعين الصحي والاقتصادي. وعلى المستوى الصحي يعني يهمنا أن نستفيد من هذا للعمل على تعزيز النظم الصحية في الوقت ذاته، كي يمكن لنمو السياحة العلاجية أن تدعم الارتقاء بالبنى الأساسية داخل قطاع الصحة وخارجه، وتتيح أيضاً فرصة لتحقيق فوائد صحية معززة.
مثلاً السياحة العلاجية يمكن أن تزيد القدرة على شراء أحدث التكنولوجيات الطبية وتعزز بدورها القوى العاملة الصحية، وقد يفتح ذلك الباب أمام اجتذاب العاملين الصحيين المهاجرين للعودة إلى بلدهم، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف هجرة العقول. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تنطوي السياحة العلاجية على حوافز لزيادة الجودة من خلال ضمان الامتثال بالمعايير الدولية العالية للرعاية وتعزيز ثقافة التطوير الشخصي التي يمكن طبعاً للسكان أيضاً الاستفادة منها. ومن المهم أيضاً للسياحة الصحية طبعاً وجود جودة الرعاية الصحية، تخفيف عن كل المخاطر المحتملة المرتبطة بالسفر للأغراض العلاجية. وينبغي لمقدمي الرعاية الصحية المنخرطين في صناعة السياحة الصحية أن يضمنوا وضع سلامة المرضى، جودة الرعاية، الوقاية من العدوى ومكافحتها على رأس الأولويات. وبالإضافة إلى ذلك طبعاً يمكن لكل الدول الأخرى أن تضع وتفرض لوائح للوفاء بمعايير اللازمة في هذه المرافق الصحية بما يتواءم مع احتياجات المرضى من مختلف الدول. ويتطلب هذا طبعاً حوكمة قوية للقطاع الصحي التي هي مؤمنة طبعاً في مصر، ولكن توفر السياحة العلاجية هذه الفرص بشكل أكبر، والإشراف على النظام الصحي بأكمله العام والخاص طبعاً، والتناسق أو التنسيق بين كل الوزارات، وزارة الصحة والتجارة ووزارة السياحة طبعاً، في وضع سياسات رشيدة بشأن الخدمات الصحية والسياحة الصحية، ووضع استراتيجية واضحة للعمل التعاوني مع القطاع الصحي الخاص أيضاً. وبينما نعكف على دعم السياحة العلاجية، يجب أن نواصل تركيزنا وتوازننا فيما يخص قطاع الصحة المحلي لضمان الإنصاف في تقديم الخدمات الصحية للجميع. مثل ما قلت، هي win-win opportunity، ولا سيما الفئات الأشد تأثراً. فقد يعني هو بعض الريسك طبعاً، ولكن فقد يرهق تدفق السائحين العلاجيين موارد النظام الصحي في البلد المضيف، وقد ينشأ عن السياحة العلاجية أيضاً خطر يتمثل في سحب بعض الاهتمام والموارد من برامج الصحة العامة. وطبعاً بمصر بعتقد هذا موضوع صعب، ولكن من المخاطر اللي واحد يعني يجب أن ننتبه لها. لذا يتعين على كل الراسمين السياسات الوطنيين من القطاعين التجاري والصحي والسياحي العمل عن كثب لضمان وضع تلك السياسات على نحو يراعي احتياجات سكان البلد. ويجب أن تضمن السياسات الموضوعة طبعاً التوزيع العادل للموارد، وأن تعمل الأولوية للاحتياجات الصحية للمواطنين، وتعزز إتاحتها والقدرة على تحمل التكاليف للجميع. ومصر طبعاً بالفعل واحدة من أفضل المقاصد الصحية، كلنا نعرف ذلك، ونتمتع بكل موارد السياحية في مصر، وتتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير السياحة العلاجية في إطار صناعة السياحة القائمة والراسخة لديها. بالفعل وسوف نعمل من كمنظمة للصحة العالمية طبعا مع الدولة المصرية، مع وزارة الصحة طبعا، من أجل تحقيق هذا الهدف في اجتذاب أكبر عدد ممكن من السياح سنويا، وجني ثمار هذا القطاع الآخذ في التطور عبر إقامة شراكات فعالة مع القطاع الصحي العام والخاص، وتعزيز حوكمة القطاع الصحي بشكل عام. وختاما أؤكد لكم أننا كمنظمة لن ندخر وسعاً في مواصلة تقديم الدعم التقني والاستشاري وغيره من أشكال الدعم إلى جمهورية مصر العربية وكل دول الأعضاء، ومتمنية لكم النجاح والتوفيق في هذا المؤتمر. شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.